بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس كتاب الجامع الصغير للإمام الحافظ المجتهد المطلق أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم. آمين. في رجل أما قوما في ليلة مظلمة، فتحرى القبلة، يعني تحرى هذا الإمام القبلة، وصلى إلى المشرق، إلى جهة المشرق، وتحرى من خلفه المقتدون، فصلى بعضهم إلى المغرب، إلى جهة المغرب، وبعضهم إلى القبلة، إلى جهة القبلة، وبعضهم إلى دبر القبلة، وكلهم خلف الإمام لا يعلمون ما صنع الإمام. ما الحكم؟ قال: أجزأهم، يعني أجزأتهم هذه الصلاة. ليه؟ قال: لوجود التوجه إلى جهة التحري، وعندما يتحرى الإنسان جهة القبلة تكون جهة القبلة هي الجهة المتعينة. قال: هذه المخالفة التي وجدت، قد يقول قائل: قد وجدت مخالفة الآن، الإمام يستقبل جهة والمقتدون يستقبلون جهة أخرى. قال: هذه المخالفة غير مانعة من صحة الاقتداء، لأن جهة تحري كل واحد هي قبلة له، فلا بأس بهذا الاختلاف، لا بأس بهذا الاختلاف. وقاسوا ذلك على الاختلاف في التوجه في جهة الكعبة، في جوف الكعبة، في جوف الكعبة. لو كانوا يصلون جميعا في جوف الكعبة وكل توجه إلى جهة وإمامهم واحد، لا بأس بهذا الاختلاف. قالوا: وكذلك هنا، كذلك هنا. طبعا هذه المسألة قد لا يقبلها كثيرون، وقد يسلم لها البعض. على كل، عليها بعض هذه المسألة، أورد عليها بعض الأئمة بعض الإيرادات، نذكر واحدا أو اثنين، واحدا منها. قد يقول قائل، قال: وكلهم خلف الإمام لا يعلمون ما صنع الإمام، لا يعلمون ما صنع الإمام. قد يقول قائل: هذا الكلام غير مسلم له. ليه غير مسلم له؟ قال: هم الآن يصلون في الليل لا يعرفون جهة القبلة، ولكن قد يعلموا حال الإمام بصوته، يعلمون حال الإمام بصوته، لأنهم الآن هم في صلاة الليل، بدليل أنه قال: في ليلة مظلمة. فإذا إيش؟ قد يعلمون حال الإمام، بأن يسمعون صوته فيعرفون الجهة المتجهة إليها. الجواب الآن على هذا الإشكال أنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة قضاء، قد يكون يقضي هم القوم كلهم، فاتتهم مثلا صلاة الظهر،
فهم الآن يقضون صلاة متفق عليها فيما بينهم، قد تكون قضاء وقد تكون صلاة سرية، وقد يكون الإمام قد ترك الجهر ناسيا، وهذا يحصل، قد يجهر الإنسان بالصلاة السرية سهوا، وقد يسر بالصلاة الجهرية كذلك سهوا، أو يكون في الجواب أيضا عن هذا الإشكال، أو يكون قد عرفوا الإمام بصوته أنه أمامهم ولكن لم يميزوا من صوته إلى أي جهة قد توجه، واضح، فيزول الإشكال بذلك. على كلين نص فقهاؤنا في مثل هذه المسألة أنه من علم منهم بحال إمامه وأثناء الصلاة يعني تفسد صلاته إن اتجه إلى غير جهة إمامه، إن كان هو متجها إلى خلاف جهة إمامه. ليه؟ قال لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ أثناء الصلاة، وكذلك لو كان متقدما على إمامه أثناء الصلاة، لو كان متقدما على إمامه كذلك لا يصح اقتداؤه لتركه فرض المقام، المقام أن يكون إمامه متقدما وهو متأخر. والله تعالى أعلم. الآن انتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، وهذه مسألة هامة. سنقرأ النص وسنخرج عن نطاق النص قليلا لنستوعب بإيجاز واختصار مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، لأننا نسأل عنها وتسألون أيضا أنتم عنها كثيرا. قال الشيخ، قال رحمه الله: رجل صلى ولم ينوي أن يؤم النساء، يعني صلى في بيته مثلا، قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، ولم ينوي إمامة النساء، فدخلت امرأة في صلاته. طبعا لما قال امرأة جعلها مطلقة، سواء كانت هذه المرأة من محارمه أو كانت زوجته، يعني أن تكون أمه، أخته، ابنته، زوجته، أو أجنبية، تكون ابنة عمه، ابنة خاله، هذه أجنبية وإن كانت من أقاربه. إذن فدخلت امرأة، أيا كانت هذه المرأة، فدخلت امرأة في صلاته ثم قامت إلى جنبه، يعني إيش أن قامت إلى جنبه؟ يعني حاذته، يعني حاذ عضو منها عضوا منه، هذا المراد بقوله ثم قامت إلى جنبه، يعني حاذ عضو منها عضوا منه. ما الحكم؟ قال: لم تفسد عليه صلاته ولم تجزها صلاتها، صلاتها غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أحبابنا مر معكم أن من شروط صحة المرأة في الجماعة أن ينوي الإمام إمامتها، فإذا لم ينوي الإمام إمامتها لم تصح صلاتها، لأن الاشتراك بين الإمام وبينها لا يثبت بدون نية إمامتها عندنا، لابد أن يكون إيش قد نوى إمامتها، وبالتالي هي صارت الآن تمشي معه في الصلاة تتابعه ولم تقرأ خلفه وهي خارج الصلاة، لم يثبت الاشتراك بينه وبينها لعدم وجود نية إمامتها، فتكون صلاتها غير صحيحة وصلاته صحيحة، لأنه لم ينوي إمامتها وإن حاذته. طبعا لابد أن نعلم أحبابنا أن المحاذاة بين الرجل والمرأة، المحاذاة المفسدة للصلاة، هي أن يحاذي عضوا من المرأة عضوا من الرجل في الصلاة. أعيد: المحاذاة
بين المرأة والرجل المفسدة للصلاة هي أن يحاذي عضوا من المرأة عضوا من الرجل في الصلاة، عضوا من المرأة عضوا من الرجل. ما المراد بالعضو؟ قالوا، انتبهوا أحبابنا، قالوا المراد بالعضو هنا بالنسبة للمرأة، المراد بالعضو من المرأة قدمها، المراد من بالعضو من المرأة قدمها، والمراد من العضو من الرجل أي عضو كان. أعيد، عندما نقول محاذاة المرأة، محاذاة عضو من المرأة عضوا من الرجل، المراد بعضو المرأة الذي يحاذي الرجل فيفسد صلاته قدمها، والمراد من الرجل أي عضو كان، أي عضو كان من أعضائه حاذى قدم المرأة أفسد صلاته. فمحاذاة الرجل، نقول محاذاة غير قدم المرأة، محاذاة غير قدم المرأة لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته، لا يوجب فساد صلاته. أعطيك مثال، امرأة صلت مع زوجها في البيت، هي الآن قد تكون أطول من الرجل، فقدمها بحذاء، إذا كان قدمها بحذاء قدم زوجها لا تصح صلاتهما بالجماعة. أما إذا كان قدمها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلة، قدمها هكذا، ولا ماخذين أحبابنا كيف هكذا، قدمها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلة يقع رأسها في السجود أمام رأس الزوج، ما الحكم؟ قال جازت صلاتهما، مع أن المحاذاة حصلت بالرأس، كتفها حاذى رأس زوجها لأن رأسها كان أمام، فكتفها حاذى رأس زوجها، قال لا يضر. ليه؟ لأن العبرة للقدم، العبرة لقدم المرأة، ما دام قدمها خلف قدمه لا تضر لو حاذته في أي عضو من أعضائها، الذي يضر أن يحاذيها هو بقدمها، أن يحاذي قدمها أي جزء من أجزائه. إذن العبرة للقدم، ما هو الدليل على أن العبرة للقدم؟ ذكروا لذلك أمثلة، منها قالوا صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم ما الحكم؟ قال يجوز أخذه، وإن كان على العكس رجلاه في الحرم ورأسه خارج الحرم لا يجوز أخذه. ليه؟ لأن العبرة للقدمين، العبرة للقدمين. إلى هنا أحبابنا، في سؤال؟ أو أتابع الكلام وبعد ذلك من كان عنده سؤال يسأل. هلأ هنا حصل خلاف عند فقهائنا في المحاذاة بالنسبة للمرأة، هل المحاذاة بالقدم، هل المحاذاة بالقدم أو بالساق والكعب؟ الذي ذهب إليه الزيلعي، وحيث خص الزيلعي المحاذاة بالساق والكعب، وقال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، هكذا قال الإمام الزيلعي. وقال وبعضهم، بعض الفقهاء اعتبر القدم، اعتبر أن تكون المحاذاة بالقدم، ولكن الإمام الزيلعي يرى
يرى أن المحاذاة إنما تكون بالساق والكعب وليست بالقدم، يعني أن يحاذي ساقها وكعبها، هذه الساق وهذان الكعبان وهذه القدم، لا عبرة للقدم. شرط المحاذاة بالساق، هكذا قال الزيلعي، فالمعتبر في المحاذاة الساق والكعب. فإذا تأخرت، وبعض الفقهاء قال المعتبر القدم، إذا حاذ قدمه قدمها أو جزء منه قدمها تبطل صلاتها، صلاته تبطل صلاته. كيف يعني جزء منه قدمها؟ لاحظوا أحبابنا، نعطيك مثال الآن. هذا الإمام الآن يصلي، الإمام يصلي، تصلي خلفه امرأة بعيدة عنه، هكذا لاحظوا، هكذا متر بينهما، متر بينهما، فجاء رجل وهي مقتدية، هي مقتدية بالإمام، فجاء رجل وصلى خلفها كي لا تبطل صلاته، فلما سجد جاء رجل رأسه إلى جانب قدمها، حاذى رأسه قدمها، ما الحكم؟ بطل صلاته. لأن كما قلنا قبل قليل، العبرة في المرأة القدم، والعبرة في الرجل أي عضو من أعضائه. فهنا الآن حاذى رأس الرجل قدم المرأة أثناء السجود، بطلت صلاته. فهمنا أحبابنا؟ إذن الزيلعي رحمه الله قال المحاذاة، خص الزيلعي المحاذاة بالساق والكعب، وقال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، وبعض الفقهاء اعتبرها بالقدم. فعلى قول هذا البعض، انتظر للسؤال حتى أنهي الفقرة. فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل، لو تأخرت عن الرجل ببعض قدمها، ما الحكم؟ تفسد صلاته، وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وإن كان ساقها، وإن كان قدم ساقها وكعبها متأخرا أيضا عن ساقه وكعبه. وعلى الأصح لا تفسد. ليه لا تفسد؟ وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه، بأن كان يعني أصابع قدمها مثلا عند كعبه. واضح الكلام الذي ذكرته الآن؟ الآن اللي عنده سؤال أحبابنا بالنسبة لما ذكرته يسأل. واضح الكلام إن شاء الله. طيب، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضل. عفوا، إذا صلى الرجل صلاة آخر صلاة أخرى والمرأة صلاة أخرى، يعني أنت سأتكلم، تحاذي، سأذكر لك الآن شرائط المحاذاة المفسدة للصلاة. الذي أريدك الآن أن تعرفه أن الصحيح أن المحاذاة أن تكون بماذا أحبابنا؟ بالساق. يعني أنت الآن تصلي هكذا وزوجتك إلى جنبك تماما، فتأخرت عنك قليلا حيث كان ساقها وراء ساقك وكعبها وراء كعبك، واضح؟ ما حكم الاقتداء؟ صحيح. وبعض فقهائنا قال لا، الاقتداء ليس بصحيح، لابد أن يكون قدمها كله وراء قدمك حتى يصح الاقتداء. هذه النقطة أريد منكم أن تفهموها، ويعني كي لا أن يكثر السؤال عنها. الآن من شرائط المحاذاة المفسدة للصلاة عندنا شروط أظن ثلاثة أو أربعة الآن تظهر معنا. الشرط الأول أن تكون الصلاة مشتركة، يعني الإمام أو المصلي وهي كلاهما يصليان صلاة الظهر، صلاة العصر. أما لو حاذته في صلاة منفصلة عن صلاته
بأن صلى كل واحد منهما منفردا. هو يصلي الظهر وهي تصلي الظهر ولكن كل واحد لوحده، وكانت بجانبه، كانت هنا بجانبه. ما الحكم؟ ما الحكم؟ قال الصلاة صحيحة، ولكن هذه المحاذاة، هذه لاحظوا أحبابنا، هي تصلي الآن الظهر لوحدها وهو يصلي الظهر لوحده وكانا محاذيين لبعضهما. هذه المحاذاة غير مفسدة للصلاة ولكنها مكروهة تحريما. هي غير مفسدة للصلاة ولكنها مكروهة تحريما. زينب تصلي مقتدية بخالد، فجاء أحمد واقتدى بمحمد، فكانت تحاذيه ويحاذيها. أحمد المقتدي بمحمد يحاذي زينب المقتدية بخالد، قال لا يضر، لا يتضر هذه المحاذاة ولكنها محاذاة مكروهة تحريما. إذن الشرط الأول المفسد للمحاذاة، عفوا المفسد للصلاة، أن تكون الصلاة مشتركة. الشرط الثاني أن تكون الصلاة كاملة، يعني ذات ركوع وسجود، فلو حاذته بصلاة جنازتين لا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة وإن كانت فيها كراهة كما قلنا، أن تكون الصلاة كاملة. الشرط الثالث أن تكون المرأة التي تحاذيك في الصلاة مشتهاتا، أن تكون مشتهاتا في الحال أو في الماضي، في الحال أو في الماضي. ما هو حد الشهوة؟ ما هو حد الشهوة؟ بعض الفقهاء قدره بسبع سنين وبعضهم قدره بتسع سنين، ولكن الأصح أنه لا اعتبار للسن، لا اعتبار للسن، وإن المعتبر هو أن تكون المرأة صالحة للوطء وأن تكون عبلة ضخمة. قد تكون ضخمة وهي عمرها سبع سنوات أو ثماني سنوات فتشتهى، وقد يكون عمرها عشر سنوات ولكنها قطعتها صغيرة، فهذه محاذاتها يعني لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. بقي شرط أخير وهو أن لا يكون بينهما فاصل. المحاذاة المفسد للصلاة أن تحاذيه وأن لا يكون بينه وبينها فاصل. طيب الآن يا أستاذ، ما هو الفاصل الذي يمنع هذه المحاذاة المبطلة؟ قالوا أقل المحاذاة هذه، أقل الفاصل مقدار ذراع، مقدار ذراع. فإن كان أقل، يعني هي الآن تقف هنا وهو الآن واقف بجنبها محاذيها، بينهما فرجة، هذه الفرجة إن كانت تتسع لرجل فهي قاطعة للمحاذاة، إن كانت مقدار ذراع يعني 40 سنتي تقريبا كذلك هي قاطعة للمحاذاة. في سؤال أحبابنا حول الآن المحاذاة وإفسادها للصلاة؟ أظن الكلام صار إن شاء الله تعالى يعني واضح. نعم. طيب مولانا تفضل. أحدنا كتب السؤال وكتب ما حكم تصل النساء دور الثاني للمسجد يصلي الرجال تحتهم؟ أيوة تمام. إذا كان النساء فوق، نص الفقهاء على هذا، نص الفقهاء على هذا. قلت لكم الآن قبل قليل المعتمد المعتبر أي في المحاذاة المفسدة أن يحاذي الرجل بأي عضو من أعضائه قدم المرأة، قدم المرأة. إن كان في الماضي الطابق الثاني كان منخفضا جدا بحيث يكون لا يوجد فاصل كبير بين بين السدة، يسمى السدة، بين الطابق بين المصلى الفوق يعني وبين المصلى الأرضي، فقال الفقهاء من يصلي
الرجال الذين يصلون تحت وفوقهم يصلي نساء، صلاة الذين في الأسفل كلها باطلة لوجود المحاذاة. متى تنعدم المحاذاة في مثل هذه الصورة؟ تنعدم المحاذاة في مثل هذه الصورة إذا كان، انتبهوا علينا أحباب، الآن حمثلكم إياها تمثيل الآن بهذه الأوراق التي معي. إذا كان عندنا الآن مثلا هذا الآن الناس شايفين مع أحباب، واضح الصورة معكم؟ هذه الآن الأرض، هذه الأرض تمام، يصلي الرجال هنا، وهذا الطابق الثاني، الطابق الثاني. إذا كان بين الرجال، بين رأس الرجال وبين الطابق الثاني مقدار قامة رجل، تنقطع المحاذاة. أما إذا كان أقل من مقدار قامة رجل، قال لا تنقطع المحاذاة. فهمنا أحبابنا؟ مولانا، هو السؤال الثاني بنفس المسألة. ما هو السؤال؟ أعد. مثلا الرجال والنساء يصلون في نفس الطابق، ولكن رجال وراء النساء، ولكن بينهم يوجد فاصل، يعني لا يصح، لا يصح، لا يصح الاقتداء أبدا، لا يصح اقتداء الرجال أبدا. واضح؟ نعم نعم. شيخنا تفضل. في مثلنا خاصة ولا في مثل الشافعي كذلك؟ يا أخي نحن أهل نقرأ الفقه الحنفي، لا تقل لي شافعي ومالكي وحنبلي. يا أستاذ نحن الآن نقرأ على مذهب، ما نقرأ نحن الآن فقه مقارن، نقرأ الآن، نقرأ الآن الفقه الحنفي. إذا كل مسألة بدي أقول لك هذا الشافعي وقال أبو حنيفة وقال مالك وقال أحمد، طيب الله. انتقل الآن إلى مسألة ثانية. قال رجل، أما رجلا واحدا، أنا الآن دخلت إلى مسجد فوجدت إنسان فصليت به إماما، فأحدث الإمام فخرج، يعني الإمام من المسجد لأنه أحدث، قال فالمأموم إمام، ينقلب المأموم، صار الآن المأموم إماما لأنه متعين، صار الإمام، صار المأموم الآن صار إماما لتعينه، بخلاف ما إذا كان خلف الإمام أكثر من واحد، فهنا يحتاج الإمام الأصلي أن يستخلف، أن يختار واحدا ليقطع المنازعة وليقطع المزاحمة. فالآن إذا كان المقتدي واحدا، فبمجرد ما أحدث الإمام صار هذا المقتدي صار إماما، سواء نوى الإمامة أو لم ينوي الإمامة، سواء نوى الإمامة أو لم ينوي الإمامة. طيب إماما لمن؟ صار إماما صار إماما للإمام الذي ذهب ليتوضأ، الذي ذهب ليتوضأ. إذن فالمأموم إمام نوى أو لم ينوي، نوى أو لم ينوي. هنا الضمير في نوى إلى أين يرجع؟ قال يصح إرجاع الضمير إلى الإمام، فيكون التقدير سواء نوى الإمام استخلافه أو لم ينوي استخلافه، ويصح إرجاعه الضمير إلى المقتدي، والتقدير أنه يصير إماما سواء نوى المقتدي الإمامة أو لم ينوي الإمامة. ليه؟ لأنه متعين الآن للاستخلاف، متعين للاستخلاف، لأن هذا فيه صيانة للصلاة، لأنه لو لم يعين إماما، لأنه لو لم يعين إماما يخلو مكان الإمامة عن الإمام،
وهذا يوجب يوجب فساد الصلاة، يوجب فساد الصلاة. إذا هنا الضمير في نوى أو لم ينوي يصح إرجاعه للإمام، ويصح إرجاعه كذلك إيش للمقتدي، يصح إرجاعه للمقتدي. طيب الآن لو كان يصلي مثلا بزوجته، أو نقول كان قد اقتدى بالإمام فقط من لا يصلح للإمامة، اقتدى الآن دخل المسجد فوجد صبيا صغيرا قال تعال أصلي أنا وأن صبي 7 سنوات تصح الجماعة معه، فأحدث الإمام فذهب، ما الحكم؟ قال بعض فقهائنا تفسد صلاة الإمام خاصة. ليه؟ قال لأنه استخلف من لا يصلح للإمامة، لأن الآن الإمام صار مقتديا، الإمام صار مقتديا بهذا الصبي، وهذا الصبي غير صالح للإمام، فتفسد صلاة الإمام وتصح صلاة الصبي، يتابع الصبي صلاته. هذا قول عندنا. وقول آخر لا تفسد. ليه؟ قال لأن الاستخلاف هنا لم يوجد مقصودا من الإمام، لم يوجد مقصودا من الإمام، فلذلك لا تفسد. إذن عندنا قولان واختلف التصحيح، فإذا اختلف التصحيح يجوز للمفتي أن يفتي بأي القولين شاء. قولنا؟ نعم فضل. إذا كان رجل واحد ووراءه نساء، فإذا أحدث كيف يستخلف؟ ما يستخلف أحد، يتابع النساء صلاتهن لوحدهن، كل واحدة لوحدها، وهو كما قلنا قول بأنه تبطل صلاته وقول بأنه لا تبطل صلاته. يذهب إذا كان سبقه الحدث، يعني يذهب يتوضأ ويتم صلاته لوحده. جزاكم الله خيرا. وإياك. يعني هذا يحصل لو كان يصلي في البيت مع زوجته وسبقه الحدث، ماذا يفعل؟ يذهب يتوضأ، تتابع المرأة صلاتها لوحدها، وهو يذهب ويتوضأ، يذهب ويتوضأ ويتابع صلاته لوحده. كما قلنا عندنا قولان، قول تفسد صلاة الإمام خاصة فقط، وقول بأنه إيش لا تفسد صلاته أحد. الآن شرع في مسألة النوافل، نافلة الليل ونافلة النهار، فقال رحمه الله وصلاة الليل إن شئت فصلي بتكبيرة ركعتين، وإن شئت 4، وإن شئت 6، وذكر في الإملاء 8 ركعات. يعني أنت بالخيار، إذا كنت تصلي في الليل صلي بتكبيرة ركعة ركعتين، أو 4 ركعات بتكبيرة واحدة، أو 6 ركعات. هذا في غير صلاة التراويح، في غير صلاة التراويح. صلاة التراويح يكره أن تصلي 4 ركعات بتكبيرة واحدة، لأن هذا خلاف المشروع، خلاف المتوارث. أما الآن أنا أصلي في غير رمضان قيام ليل تهجد، أنا بالخيار أصلي ركعتين بتكبيرة، أو 4-4، أو 6-6، أو 8-8، لا حرج. طبعا أحبابنا طبعا نتابع، قال وصلاة النهار 2-4. صلاة النهار أردت أن تصلي الضحى الآن، لك أن تصلي 2-2، ولك أن تصلي 4-4. طبعا الأفضل في الليل والنهار، الأفضل، وهذا الكلام كله عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله، هذا كله عند الإمام، الأفضل في الليل والنهار 4 ركعات، 4 ركعات بتسليمة واحدة. الأفضل في الليل والنهار 4 ركعات بتسليمة واحدة
عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنه ثبت في الصحيحين من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ماذا قالت؟ قالت: يصلي أربعا، هذا في الليل، لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. إذا نصت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع، كان يصلي أربع ركعات بتسليم واحدة. وكذلك حدثت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أخبرتنا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الضحى، قالت: كان يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام، يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام. وكذلك سنة الظهر القبلية، كذلك في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فهذه الأحاديث كلها بمجموعها تدل على ما ذهب إليه سيد أبو حنيفة رحمه الله من أن الأفضل في الليل والنهار أربع ركعات بتسليمتين واحدة. ويضاف إلى ذلك أن الأربع ركعات هي أدوم تحريمة، فيكون فيها المشقة أكثر، فتكون الفضيلة أكثر. فإذا هذا الأفضل عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: ويكره أن تزيد، ويكره أن تزيد، يعني يكره أن تزيد الصلاة على أربع ركعات في نفل النهار بتسليمة، وكذا على ثمان في نفل الليل. أعيد: ويكره أن تزيد، يعني أن تزيد الصلاة، يعني يمكن أن نجعل فاعل تزيد الصلاة، ويمكن أن نفعل أن تزيد أنت أيها المخاطب، أن تزيد في صلاتك على أربع في نفل النهار بتسليمة، أو على ثمان في نفل الليل. والأصل في هذا أحبابنا، الأصل في هذا أن النوافل شرعت توابع للفرائض. الأصل أن النوافل، هلا بنلاحظ السنة القبلية للظهر للفجر كم ركعة؟ ركعتين. هذا الأصل، الظهر أربعة قبلية، أربعة بعدية، العصر أربعة قبلية، العشاء في عندنا أربعة قبلية وأربعة بعدية، أتكلم مع غير المؤكد المندوب يعني. فالأصل أن النوافل شرعت توابع للفرائض، واتبع لا يخالف الأصل. فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض، في النهار الفرائض أربعة. نعم، وهذا هو القياس في الليل، هذا هو القياس في الليل، أن صلاة العشاء أربع ركعات، إلا أن الزيادة على الأربع ركعات في الليل إلى ثمان ركعات عرفناه بالنص. الأصل أن نافلة الليل كنافلة النهار أربع ركعات، كي لا يخالف النفل الذي هو الفرع، كي لا يخالف الأصل الذي هو الفرض. ولكن جاز أن تزيد إلى ثمان ركعات، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات، يعني ركعتين قيام وثلاث وتر، سبع ركعات يعني أربعة قيام وثلاث وتر، تسع ركعات، ست ركعات وثلاث وتر، إحدى عشرة، ثماني قيام وثلاثة وتر، إحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة وثلاثة عشرة ركعة
و13 ركعة، كذلك 10 ركعات، 10 ركعات و3 وتر. فالثلاث من كل واحدة من هذه الأعداد هو الوتر، هو الوتر. نعم، فلذلك قال الفقهاءنا يجوز إلى هذا المقدار. نعم، طبعا اختلف المشايخ، اختلف علماؤنا في الزيادة على 8 ركعات في الليل بتسليمة واحدة. نعم، واختلف التصحيح، فصحح الإمام السرخسي رحمه الله تعالى عدم الكراهة، لك أن تزيد ما شئت في الليل. نعم، ولكن الشيخ الكاساني صاحب البدائع رد هذا التصحيح وقال لا، الصحيح أنه يكره الزيادة على 4 ركعات، عفوا على ثماني ركعات. إذن هذا تفصيل القول في النافلة في الليل والنهار. قال ويكره أن تزيد، وإن فعلت بأن زدت على 4 في النهار و8 في الليل لزمك هذه الزيادة، لزمتك هذه الزيادة. هذا كله أحبابنا قول من، هذا ما ذكرناه من عند قوله وصلاة الليل إلى لزمك، هذا قول سيد أبي حنيفة رحمه الله. الآن قول الصاحبين، وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. هنا ذكر في الجامع الصغير قول الصاحبين بالنسبة لصلاة الليل، ولم يذكر قولهما بالنسبة لنافلة النهار. قولهما في نافلة النهار 4 4 كقول سيد أبي حنيفة رحمه الله 4 4، فخالف الإمام فقط في نافلة الليل. قال والأذنان من الرأس، هذه مسألة منفصلة عن سابقتها، والأذنان من الرأس. طبعا هذا نص حديث رواه عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن زيد بن عباس، أبو موسى، عمر، عائشة، ابن عمر وعائشة، كثير من الصحابة الذين رضوا قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، كما قال علماؤنا، المراد من قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس بيان حكم مسح الأذنين، وليس بيان الخلقة، لأن كون الأذنين من الرأس هذا معلوم لكل واحد، لا يحتاج إلى بيان. طيب الآن في عندنا سؤال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا أحبابنا لهذا السؤال، إذا كان النبي، أنا سأسأله لكم الآن، فإن كان عند أحدكم جواب فليجبني بس بسرعة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، فهل يجوز، هل ينوب المسح على الأذنين عن المسح على المسح الرأس أو لا ينوب؟ لأنه قال الأذنان من الرأس، فهل ينوب مسح الأذنين عن مسح الرأس أو لا ينوب؟ لا ينوب. لماذا لا ينوب؟ ألم يقل الأذنان من الرأس؟ لماذا لا ينوب؟ الذي قال لا ينوب أجبني، لماذا لا ينوب؟ رأس ينقسم 4 تمام، هذا ربع وهذا ربع، لماذا لا؟ ليس كذلك. انتبه للجواب،
الجواب هو أن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل قطعي وهو القرآن، وامسحوا برؤوسكم، وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد، ثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد يوجب العمل دون العلم، فلو ناب المسح على الأذنين عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا، وهذا لا يجوز، لأن كونهما من الرأس ثبت بدليل بخبر أحد، فصار هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحطيم من البيت، معروف الحطيم، الحطيم من البيت. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الحطيم من البيت يفيد كون الحطيم من البيت حتى نطوف به كما يطاف في البيت، ولكن هل يجوز لنا أن نستقبل الحطيم فقط أثناء الصلاة؟ قال لا يجوز. ليه؟ قال لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة، الاتجاه إلى الكعبة ثبت بدليل قطعي، وكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الآحاد، والعمل بخبر الآحاد إنما يجب، انتبهوا أحبابنا، العمل بخبر الآحاد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به. أما إذا تضمن العمل بخبر الآحاد إبطال العمل بدليل مقطوع به فلا يصح، لا يجوز العمل به. إذن قول الشيخ رحمه الله الأذنان من الرأس، هذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد منه بيان حكم المسح وليس بيان الخلقة. لذلك قال علماؤنا أحبابنا، مسح الأذنين، لما قال الأذنان من الرأس يعني قلنا المراد بيان حكم المسح. لذلك قال علماؤنا مسح الأذنين سنة بماء الرأس عندنا، يعني لا بماء جديد، لا بماء جديد، وهو معنى قوله رحمه الله يمسح مقدمهما، يعني مقدم الأذنين، والمراد بالمقدم الباطن، ومؤخرهما يعني خارج الأذنين مع الرأس، يعني بماء الرأس، يعني يمسح إيش مع الرأس، يعني بماء الرأس كما ذكرته لكم. طبعا هناك إيراد يرد علينا، كيف تقولون هذا؟ تقولون أنه يمسح الأذنين بماء الرأس، وقد ثبت في الحديث عند الحاكم أن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف، يعني غير الماء الذي أخذه لرأسه. فلو كان يجوز مسح الأذنين بماء الرأس لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء غير ماء الرأس. ما هو الجواب؟ الجواب كما نص عليه الكمال بن همام في فتح القدير قال يجب حمل هذا الحديث الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ليه؟ قال لفناء البلة، لما مسح رأسه هكذا ذهبت جفت يداه بالمسح على الرأس، وهو الآن يريد أن يمسح الأذنين ما في ماء، فأخذ ماء ليمسح به الأذنين. وبذلك نكون قد وفقنا وجمعنا بين قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وبين قوله عبد الله بن زيد أخذ ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. في سؤال أحبابنا إلى هنا؟ طيب،
قال: باب في صلاة الجمعة. محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في إمام صلى الجمعة فنفر الناس عنه، يعني اقتدى الناس بالإمام، ثم عرض لهم عارض فتركوا الإمام لوحده في المحراب، وكان ذلك قبل أن يركع وقبل أن يسجد، أنه واقف قرأ الفاتحة فتركوا المسجد وذهبوا، وبقي معه النساء والصبيان، أو نقول بقي معه من لا تنعقد بهم الجمعة. الجمعة لا تنعقد بالنساء ولا تنعقد بالصبيان، فذهب كل من تنعقد بهم الجمعة وبقي معه من لم تنعقد بهم الجمعة. ما الحكم؟ قال: استقبل الظهر، لأن انعقاد الصلاة أحبابنا، انعقاد الصلاة إنما يكون انعقاد الصلاة إنما يكون بالشروع فيها، والشروع في الصلاة لا يتم إلا بتمام الركعة، لأن ما دون الركعة ليس بصلاة، ما دون الركعة ليس بصلاة، فلا بد من دوام الجماعة حتى تنعقد صلاة الجمعة، لا بد من دوام الجماعة إلى تمام الركعة. نقرأ عبارة الشيخ الآن. قال: في إمام صلى الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد، بعد ما قرأ الفاتحة قرأ السورة تركوه لوحده إلا النساء والصبيان، يعني بقي معه من لم تنعقد بهم الجمعة. ما الحكم؟ قال: استقبل الظهر. فهمنا لماذا يستقبل الظهر، ذكرت لكم دليل ذلك. نعم، طبعا كما قلنا لا اعتبار لبقاء النساء والصبيان. ليه؟ لأن الجمعة لا تنعقد بهم فلا تتم بهم الجماعة. وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله: إذا افتتح الصلاة، افتتح صلاة الجمعة يعني، افتتح صلاة الجمعة ثم نفر الناس عنه بعدما افتتح الصلاة، قال: أصلي فرض الجمعة، الله أكبر، نفر الناس كلهم وتركوه لوحده. ما الحكم؟ قال الصاحبان: صلى الجمعة وإن بقي وحده، صلى الجمعة وإن بقي وحده. ليه؟ قالوا لأن الجماعة، هكذا قال الصاحبان، الجماعة عندهم شرط لانعقاد صلاة الجمعة، الجماعة شرط لانعقاد صلاة الجمعة وليس شرطا لأدائها. لاحظوا أحبابنا، الجماعة شرط لانعقاد صلاة الجمعة وليست شرطا لأدائها. سيد أبو حنيفة ماذا قال؟ قال: انعقاد الصلاة إنما يكون بالشروع فيها، ولا يتم الشروع في الصلاة إلا بركعة تامة. الصاحبان ماذا قالا؟ الصاحبان قال: الجماعة شرط لانعقاد صلاة الجمعة وليس شرطا لأدائها. ليه؟ قال: لأن الأداء، أداء الجمعة قد ينفك عن الجماعة، قد يوجد الأداء الجمعة بدون جماعة. مثل ماذا؟ كالمسبوق، إذا إنسان سبق أدرك الإمام بعدما رفع من الركعة، من ركوع الركعة الثانية، يتم جمعة فقام يصلي الركعة الأولى والثانية منفردا، فهنا الأداء قد انفك عن الجماعة. هنا هذا دليل الصاحبين، وهناك طبعا يعني نقاش حول دليلهما. قال: وإن نفروا عنه،
بعدما ركع وسجد سجدة أو نفروا إلا المسافرين والعبيد أو بقي من الرجال ثلاثة وذلك أدنى ما يكون بقي على الجمعة. نعيد فنقرأ. قال وإن نفروا عنه يعني نفر جميع المقتدين عن الإمام بعدما ركع وسجد سجدة يعني قيد الركعة الأولى بسجدة وبقي وحده بعد ذلك ما الحكم؟ قال أتمها جمعة أتمها جمعة أو نفروا عنه يعني كل المصلين نفروا إلا المسافرين والعبيد كل المصلين نفروا ولم يبقى معه إلا المسافرون والعبيد ما الحكم؟ قال كذلك يتمها جمعة معهم وإن لم تكن هذه الجمعة واجبة عليهم وإن لم تكن واجبة عليهم نعم ولكن تنعقد الجمعة بهم لأنهم بالأصل هم مخاطبون بهذه الصلاة هم بالأصل مخاطبون بهذه الصلاة ولكن سقطت الجمعة عنهم لرفع الحرج لرفع الحرج فهم مخاطبون بذلك فتنعقد بهم الجمعة كذلك يتمها جمعة هنا أو بقي من الرجال ثلاثة بقي من الرجال خلفه ثلاثة وذلك أدنى ما يكون ذلك أدنى يعني أقل شيء ثلاث رجال لأنه أحبابنا من شرائط صحة من شرائط صحة صلاة الجمعة من شرائط صحة صلاة الجمعة الجماعة وأقل عدد تنعقد بهم الجمعة عند سيد أبي حنيفة ومحمد عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة رجال سوى الإمام إذن قال أو بقي من الرجال ثلاثة وذلك أدنى ما يكون بقي على الجمعة ليه؟ لأن من شرائط صحة صلاة الجمعة الجماعة وأقل ما تنعقد بهم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة رجال سوى الإمام لأن الجمع الصحيح لغة ومعنى إنما هو الثلاث تقول رجال ثلاثة ولا تقول رجال اثنان لأن الثلاث جمع من حيث التسمية في اللغة وجمع أيضا من حيث المعنى لذلك قال بقي على الجمعة أتم جمعة في قولهم جميعا يعني في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أبو يوسف ماذا قال؟ إذن أبو حنيفة ومحمد قالا أقل عدد تنعقد به الجماعة كم واحد ثلاثة أبو يوسف قال أقل عدد تنعقد بهم الجمعة اثنان سوى الإمام أبو حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام أبو يوسف اثنان سوى الإمام ليه؟ قال لأن في المثنى معنى الاجتماع في المثنى معنى الاجتماع أن فيه اجتماع واحد مع واحد والجمعة منبئة مخبرة معلمة عن الاجتماع لأن الجمعة مشتقة من الجماعة فلذلك الحد الأدنى الأقل عدد تنعقد بهم الجمعة عند أبي يوسف اثنان للوهلة الأولى قد يقول قائل كلام أبو يوسف صحيح كلام أبو يوسف صحيح لأنه يعتبر مع الإمام ثلاثة يعتبر مع الإمام ثلاثة ما هو الجواب؟ الجواب أن الجماعة انتبهوا أحبابنا الجماعة شرط وحدها دون الإمام الجماعة شرط وحدها دون الإمام وكذلك الإمام شرط على حدة فلا يعتبر الإمام من الجماعة ما هو الدليل على هذا الكلام؟ انتبه الدليل لأن الله ماذا قال؟ قال فاسعوا
إلى ذكر الله. فاسعوا هذا جمع يقتضي ثلاثة، لأن الثلاثة هي أقل الجمع وهم الذين يصلون مع الإمام. فاسعوا إلى ذكر الله ماذا يقتضي؟ يقتضي وجود ذاكر وهو الخطيب وهو الإمام. فإذا أربعة مع الإمام وثلاثة بدون الإمام. واضح كلام أحبابنا؟ حتى على العكس لو تأملنا أكثر، إيه نعم، لو تأملنا أكثر لوجدنا أن المطلوب خمسة، لأن قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا نودي ماذا يقتضي؟ يقتضي المنادي، إذا نودي يعني المؤذن، فاسعوا يقتضي ثلاثة لأنها أقل الجمع، إيه نعم. وإلى ذكر الله يقتضي كذلك وجود الذاكر وهو الإمام، صاروا خمسة. فهمنا أحبابنا كيف المسألة تكون؟ إذا هذا دليل أبي حنيفة ومحمد. قال أمر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة أجزأهم، يعني أمر الإمام السلطان الحاكم رئيس البلد أمر عبدا من العبيد أن يصلي خطيئة، أن يخطب الجمعة ويصلي إمام الجمعة، ما الحكم؟ أجزأ ذلك، يصح. أمر الإمام مسافرا أن يخطب ويصلي الجمعة، ما الحكم؟ أجزأ ذلك وصح. ليه؟ قال لحديث في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويضاف إلى هذا أحبابنا أن العبد، أو نقول المسافر العبد هو مخاطب بصلاة الجمعة، إلا أن صلاة الجمعة سقطت عنه للعذر. وكذلك المسافر مخاطب بصلاة الجمعة، إلا أنه سقطت عنه صلاة الجمعة للعذر. فلذلك إذا تحملوها صلوها أجزأت عنهم. ثم قال رجل صلى الظهر يوم الجمعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.